فمع استمرار الاشتباكات للشهر الثاني على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع، تدهورت الأوضاع بشكل كبير في إقليم دارفور غرب السودان. جرائم ضد الإنسانية، هكذا وصفت البعثة الأممية أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور. أطفال ونساء وكبار سن سقطوا نتيجة الاقتتال في مدينة الجنينة في وضع كارثي هو الأسوأ على الإطلاق وفقا لنقابة الأطباء. جميع المستشفيات خارج الخدمة والمدينة محاصرة والاتصالات منقطعة عنها. حكومة إقليم دارفور أعلنت عدد القتلى في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، وقالت إنه بلغ أكثر من 1000 شخص، وأن القتلى ينتمون إلى الطرفين المتحاربين في المدينة، وهما قبيلة المساليت المدعومة من قوات الدعم السريع وجماعات من قبائل عربية في المنطقة. قوات الدعم السريع أعلنت عدم تدخلها، متهمة الجيش السوداني بتأزيم الأوضاع هناك، وقالت إن الجيش يحاول تحويل الحرب من سياسية إلى قبلية في دارفور. قوات الدعم السريع دعت إلى تشكيل لجنة عاجلة من جميع الأطراف لتهدئة الأوضاع في دارفور. ويسخر إقليم دارفور الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وأفريقية بذكريات أليمة عن الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت لسنوات مخلفة آلاف القتلى، فضلا عن مجازر كبرى بين القبائل قبل عقدين من الزمن. وقبل ساعات برز تطور جديد، حيث اعتقلت قوات يقال إنها تتبع للدعم السريع ولغرب دارفور. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.